تابعتوا زيارة فخامة الرئيس النهاردة للهند؟ أعتقد أن هناك الكثير من الدلالات، أعتقد أن هناك الكثير أيضا من النتائج اللي هتسفر عنها هذه الزيارة بعد مجموعة من الزيارات المتبادلة ما بين رجال الدولة بالهند ورجال الدولة بمصر، فضلا عن العلاقات التاريخية الكبيرة شديدة التميز، شديدة التميز بالمعنى الحرفي. طيب انت عندك علاقات ثقافية بالهند قديمة جدا؟ عندك علاقات تاريخية بالهند حتى من ايام العهد الملكي المصري؟ عندك علاقات متميزة جدا بدأت مع الهند في تميزها الشديد بقى في وقت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، طبعا يعني احنا عندنا ناصر ونهرو وتيتو الثلاثي العظيم يعني. طيب هل انقطعت العلاقات؟ لا. هل احيانا كانت تعاني من توترات؟ الحمد لله لا. طب هل كان فيها بعض الهدوء؟ احيانا كان بيحصل، لكن على ما يبدو ان خلال بضع سنوات ماضية وكما استطاعت مصر استعادة افريقيا فانها استعادت الهند. ده معناه ايه؟ مش يوسف اللي يقول، يقول الكلام ده الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف. وحشني يا دكتور قد الدنيا. ربنا يخلي حضرتك يا رب، منور الدنيا كلها. اتفضل. افدنا في ذلك بما اوتيت من العلم. الهند مصر، مصر الهند. هو بالتاكيد طبعا زياره السيد الرئيس زياره مهمه، وزياره طبعا لها اعتبارات خاصه في توقيت له دلالته، من حيث طبعا يعني حاله السيوله في النظام الدولي، وجزء منه مرتبط بالبعد التاريخي في العلاقه. في حفاوة طبعا كبيرة باستقبال السيد الرئيس، ربما لاعتبارات تاريخية وربما لما يرى القادة الهنود الآن بالنسبة للتعامل مع مصر. طبعا 75 عام عنوان كبير قوي لتأسيس وتدشين العلاقات المصرية الهندية، وبالتالي يعني هذه مناسبة يحتفل بها الجانب الهندي، وتوجيه الدعوة للسيد الرئيس ليكون ضيف شرف هذه الاحتفال للجمهورية الهندية. أعتقد أنه دي رسالة مهمة جدا أن مصر في منظور القادة في الهند أنها دولة مركزية ودولة محورية، يعني بتدشن معها علاقات مهمة. إحنا حضرتك أستاذ يوسف هذه الزيارة بتدشن للتأسيس الثاني للعلاقات. التأسيس الأول كان في مرحلة معينة مرتبطة بحركة عدم الانحياز وتطور التاريخ اللي حضرتك أشرت وكرمت بيه. اليوم هم يتحدثون عن التأسيس الثاني، التأسيس الثاني مع عهد الرئيس السيسي، ويروا أن مصر يعني دولة واعدة واقتصاد لديه إمكانيات وقدرات وبنيته الأساسية، فبالتالي هم يتحدثون عن فرص جيدة في مجالات الاقتصاد. الكلام مش عام وإنشائي، لكن هم محددين مجالات متعلقة بالهيدروجين الأخضر، إقامة استثمارات في العاصمة الجديدة في المنطقة الاقتصادية. فهناك حديث كبير حوالين كيف يمكن للهنود أن يستثمروا في مصر، وأن مصر بتفتح آفاق كبيرة معهم. طبعا إحنا في مجالات تعاون كبيرة ليس فقط مقتصرة على موضوع القمح او استيراد القمح، انما في مجالات تكنولوجيه احنا حريصين على الاستفاده بالخبره والتجربه الهنديه في انفتاح كبير مصري على الجانب الهندي. واعتقد انه الفتره القادمه ستشهد يعني نقله نوعيه ومفصليه. هما بيحطوا عناوين حضرتك استاذ يوسف لهذه المجالات، المجالات الجديده في الاقتصاد الاخضر، وبالتالي هم يسعوا الى التعاون مع مصر في هذا المجال. واحنا في تعاون بالمناسبه، تعاون تكنولوجي وتعاون علمي وايضا تعاون عسكري واستراتيجي، يعني لدينا في هذا التوقيت مجموعه من الضباط والجنود مشاركين في تدريبات في الهند. فهناك تعاون كبير واحتفاء كبير بالدولة المصرية ممثلة في شخص السيد الرئيس. ويمكن احنا تابعنا الصحف النهاردة ووسائل الإعلام الهندية قبل الزيارة، هناك تأكيد انه مصر يمكن ان تقدم الكثير حضرتك استاذ يوسف للهند، وهي زيارة لقارة وليس لدولة، لانه كما تعلم حضرتك احنا زرنا الهند، انا شخصيا زرت الهند حوالي 3 مرات وشفنا التطور اللي حصل في الهند، وهم شايفين ان مصر هي اهم دوله محوريه لها يعني مقاربات مختلفه، ويروا ما يسمونه عقيده السيسي الذي نجح بمهاره في بناء
سياسة خارجية جيدة ودوائر متعددة متشابكة ومتفاعلة، وبيسموا هذه العقيدة إنها هذه العقيدة القائمة على فكرة الندية في مجال العلاقات الدولية والإقليمية، وإنه الرئيس نجح بمهارة في أن يحقق لمصر تواجدا في الخريطة العالمية. النهاردة الحديث عن قدرة المصريين على إيجاد مساحة كبيرة للعلاقة مع الجانب الهندي، جزء منه مرتبط بالأبعاد الثقافية وجزء منه مرتبط بحضارة مشتركة، حضارة الشرق. وهم بيتكلموا أيضا على هذه العقيدة للسيد الرئيس مرتبطة بأمرين. الأمر الأول وهو المهم نحن نقوله هو نجاح مصر في تحقيق المعادلة الصعبة في نظام دولي بيتشكل وبناء علاقات أكثر تشابكا وتفاعلا. والنقطة الثانية وهي الأهم في تقديرهم إنه مصر لها تجارب نجحت بمهارة في مواجهة كثير من المعوقات والإشكاليات، وشايفين إنه هذا اقتصاد مصر اقتصاد واعد ولديها إمكانيات كبيرة لتحقيقه في ظل ما يجري طبعا في الإقليم، وإنه بناء السياسات كما يروا للدولة المصرية بيرتكز على أسس راسخة. وفي تقدير كبير جدا لما حققه المصريين خلال السنوات الأخيرة من إنجازات، وشايفين إنه مؤسسات الدولة الراسخة تقدر تبني تجربة جيدة، تجربة تنموية كبيرة. في إشادة أيضا لنجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ، وإنه مصر عندها إمكانيات وقدرات كبيرة جدا، إن المصريين بيكتشفوا أنفسهم اليوم، أشادوا بهذا في لحظات كثيرة. فأعتقد إنه الزيارة هيكون لها نتائج إيجابية مهمة، وهتكون طبعا مؤشر قوي لما يعرف للصدارة شرقا، لأنه إحنا اتجهنا كما ذكرت حضرتك في البداية إنه الاستدارة شرقا ليس مجرد زيارة إلى دولة كبيرة في نطاقها، وإنما هي استراتيجية وفلسفة نظام حكم يسترد مكان نفوذه في العالم، زي ما حضرتك قلت أفريقيا، آسيا، دول الكومنولث. هذه دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية. نجحت مصر خلال الفترة الأخيرة في رسم دوائر يعني خارج النطاق التقليدي ليها، سواء كان دائرة شرق المتوسط، دائرة البحر الأحمر، الدائرة الخاصة بآسيا، أو استراتيجية الاتجاه شرقا. فالاستدارة شرقا جزء من فلسفة مهمة جدا للانفتاح على هذه الدوائر لدول ليس لدينا معها أي عداء، بالعكس هناك موروثات ومعطيات مشتركة بيننا وبينهم. فأعتقد الزيارة هتكون لها نتائج إيجابية ومهمة لينا والاقتصاد الوطني المصري، وأيضا للجانب الهندي، لأن هم يروا مصر أنها أيضا نافذة مهمة ومدخل كبير للقارة الإفريقية وإلى العالم العربي، وإن إحنا نقدر نقدم إمكانيات وقدرات كبيرة للهند في المرحلة المقبلة. طيب دكتور طارق، خليني هاخدها بقى واحدة واحدة، لأن أنا فرصة إن أنا يعني عرفنا إن إحنا نتصل بحضرتك النهاردة. اتفضل. إنه ما يحدث ما بين روسيا وأوكرانيا وكان من قبلها حتى الكورونا، كثير من المحللين في مصر وفي العالم، وأنا عارف كمان إنه دكتور طارق لديه نفس وجهة النظر، بس عايز أتأكد منها، لن يعود العالم كما كان، والأحجام السياسية والاقتصادية لن تعود كما كانت في السابق، وشكل الشراكات اللي هتعقد ما بين الدول، مش هسميها تحالفات، برضو هتبقى شراكات جديدة. ولا يجب أن يظن الظان إن احنا مقبلين على ثنائية قطبية، ولكن على تعددية قطبية، والأقطاب فيها مش دول وإنما تحالفات كبرى. صح كده ولا أنا غلطان؟ صحيح، يعني حضرتك سألت وأجبت أستاذ يوسف. يعني ده لسه السؤال ما جاش. هو ما يجري الآن هو مرتبط بشراكات تفاعلية لعالم متعدد الأقطاب. نحن متجهون بقوة إلى هذا العالم متعدد الأقطاب، وبالتالي الدول بتحجز مكان متقدم في هذه الشراكات. وطبعا هنمر بمرحلة ترتيبات أمنية وسياسية واستراتيجية واقتصادية متمثلا في بناء شراكات في سواء على مستوى المنظمات التجمعات الاقتصادية الكبرى. عشان يكون لحضرتك تواجد فلازم تبقى في المنظمات الاقتصادية تتواجد فيها. القضية ليست مقتصرة على تنظيم هنا أو هناك، لكن احنا بنبني هذه الشراكات وفق المصالح العليا. ومصر نجحت ايضا خلال الفتره الماضيه
بما لها من تواجد دولي وفي قلب خريطة التفاعلات الإقليمية والدولية أن تحجز دور متقدم. يعني لابد أن نتحرك في هذا الإطار، ونجحت الدولة المصرية من خلال تخطيط سياسي واستراتيجي على أعلى مستوى بتشوف نتائجه النهاردة، وأنت بتتكلم على الشراكات الدائمة والمستمرة. إقامة علاقات ندية حضرتك مع كل القوى هو اللي يفسر لحضرتك أنك يمكن أن تحجز مكان في هذه المرحلة، خصوصا أن احنا العالم يشهد حالة من السيولة ليست فقط في النظام الدولي حضرتك، إنما في كل بنية هذا النظام وفواعله الإقليمية والدولية. مصر بما لها من إمكانيات ومعطيات كبيرة تستطيع أن تحجز دور في هذه الترتيبات، وهذه الشراكات قائمة على فكرة المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة. الحركة المصرية حركة بتتسم برشادة سياسية ومصداقية كبيرة للدور المصري. مصر دولة مهمة في نطاقها الإقليمي والدولي، وتستطيع أن تلعب دور مهم في استقرار البنية الخاصة بالنظام الإقليمي. وطبعا حضرتك متابعة الحركة المصرية سواء في الإقليم سواء كانت في القمم المتعددة، مشاركتنا وحضورنا ووضع ترتيبات لهذه الاستراتيجية المصرية يؤكد أننا يعني بنحجز مكان متقدم في كل ما يجري، ومؤمنين بأنه مصر لديها من المعطيات والركائز الحقيقية للتحرك في كافة المجالات، خصوصا في هذا التوقيت اللي كل القوى الإقليمية والدولية بتقوم بهذا الدور ومحاولة أن تطرح نفسها ووجودها. وبالتالي ده يفصل لحضرتك الحركة الرئاسية والدبلوماسية الرئاسية بتتحرك في اتجاهات متعددة، أجهزة الدولة بتخطط على أعلى مستوى في دوائر السياسة الخارجية المصرية، سواء كان على مستوى التجمعات الاقتصادية اللي احنا التحقنا بيها مؤخرا واللي احنا بنخطط ان احنا نتواجد فيها، وان حضرتك بتتحرك في دوائر متشابكة ومتفاعلة حفاظا على مصالحنا العليا في هذا التوقيت، وهي مصالح مهمة للدولة المصرية وللشعب المصري في هذا التوقيت. وجزء منه هو مرتبط طبعا بحرصنا على ان نتواجد في قلب خريطة التفاعلات الإقليمية والدولية. طيب بحديث من طرف المذيع أكثر انفتاحا ووضوحا، هذه الزيارة إلى نيو دلهي متعلقة بانضمامنا لبنك التنمية الجديد ما بين قوسين بريكس، متعلقة بمفاوضات مع الاتحاد الأوراسي، متعلقة بمعاهدة شنغهاي، يعني هي كلها انعكاسات كما حدثت انعكاسات يعني يمكن قريبة المدى خلال الأيام اللي فاتت في العلاقات المالية النقدية الاقتصادية ما بين مصر وما بين روسيا. بالتأكيد روسيا والصين أيضا، يعني كل ما ذكرته حضرتك هو محل اهتمام ومحل طرح، والسيد الرئيس هيجالس عدد من رجال المال والأعمال وعدد من المسؤولين الكبار في الشركات الهندية والأسيوية، وإحنا طبعا بنبحث عن مصالحنا في هذا الإطار في ظل نظام نقدي يتشكل بصرف النظر عن تعاملنا مع الجانب الآخر. لكن صح. مصر أيضا تتحرك في دوائر الصين ودوائر روسيا بما يحقق مصالحنا العليا. صحيح ان احنا حجم شراكتنا مع الطرف الاخر قويه وطبعا مستمره، لكن احنا بنبحث عن فرص لنا في هذا التوقيت، وحضرتك بتتكلم بلغه اقتصاديه مباشره مع مجموعه الاسيان، بتتكلم على التجمعات الاقتصاديه، بتتكلم على البنوك الاسيويه، في تحرك مصري متعدد في هذا الاتجاه، واعتقد انه هينجح لانه في ترحاب كبير بالدور المصري. يعني هناك طبعا زي ما قلت لحضرتك ادراك جيد لطبيعه التجربه المصريه، هم متابعين الاسيويين متابعين ما يجري سواء كان بالنسبه للهند او الصين او مجموعه الاسيان وايضا روسيا، واحنا بطبيعه الحال في اطار تنويع مصادر تحالفاتنا بنبني سياستنا سواء كانت الاقتصاديه او السياسيه على منطق الرشاده السياسيه، وهذا هو منطق مهم للغايه بما لك من مصداقيه حقيقيه سياده النائب في هذا الاطار. يعني مهم جدا ان انت تنوع مصادر تعاملك، تفتح افاق جديده للاقتصاد الوطني، تقدر تتكلم مع كافة التجمعات الاقتصادية والبنوك والمصارف الدولية. ليست الحركة المصرية تجاه الولايات المتحدة والغرب مع التقدير الكبير طبعا. لأن احنا موجودين وان احنا حجم شراكتنا مستمر ودائم، لكن مصالحنا العليا تفترض ان احنا بنتحرك بأذرع عديدة وبتخطيط جيد وبرؤية فيها استشراف
وان احنا بنبحث عن افضل الفرص لينا في هذا التوقيت، وده بيتم للامانه بتخطيط جيد من مؤسسات الدوله على مختلف طبعا درجاتها واهميه تحركها في هذا التوقيت. طب انا هطول بسؤال كمان، استحملني. اتفضل. انه هل كان من الممكن ان مصر تدخل في مثل هذه الشراكات وتضم الى هذه الاتفاقات زي ما ذكرنا اسيان، بريكس، شنغهاي، مفاوضات مع الاتحاد الاوراسي، بنوك التنميه الجديده، البنوك الاسيويه الكبرى، لو لم تكن هناك ثقه في الاقتصاد المصري وفي قدره الاقتصاد المصري على التعافي من اثار الازمتين الاخيرتين كورونا وروسيا اوكرانيا؟ هو بالتأكيد سيادة النائب، يعني هو تقييم هذه المؤسسات لا يتم طبعا بسهولة، ولا يعطي شهادات تقدير لي أو متابعة أو معاملة أو حتى آليات للتعامل. يعني هم بيخلقوا التولز أو الأدوات أو الآليات للتعامل، لديهم تقييم جيد لما يجري في مصر، سواء كان بالنسبة لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي وقدرته على التعامل وامتصاص ما يجري من أزمات وارتدادات دولية بالأساس شملت كل دول العالم، لكن ربما التركيز الرئيسي مع الاقتصاديات الواعدة. يعني النهاردة في وسائل الإعلام الهندية التركيز على أن مصر بالفعل من الاقتصاديات الواعدة، والقضية أنه التعافي هو مرتبط بطبيعة الحال بالإجراءات اللي بتتخذها الدول المختلفة، إضافة طبعا لحالة الاستقرار السياسي والأمني. يعني هناك تأكيد بأنه البيئة الراهنة للدولة المصرية سواء في مجال استقرارها الأمني والسياسي هو أيضا يتيح لحضرتك فرصة جيدة للخارج للاستثمار في مصر والدخول برؤوس أموال والعمل في مصر في ظل بيئة وإقليم مضطرب. يعني إحنا كما تعلم حضرتك وللأسف أن الإقليم يعاني من حالة من الاضطراب، هذه الدول بتبحث عن بيئة صحية آمنة تستطيع أن تعمل فيها. هناك ظروف ومتطلبات ربما طبعا مرتبطة بتحرك رؤوس الأموال وقدرة الاقتصادات الواعدة على جذب هذه رؤوس الأموال وتقديم بطبيعة الحال حزم تحفيزية مباشرة. لهذا السيد الرئيس بيبقى حريص في كل زياراته الخارجية أن يجالس رجال الأعمال وينقل جزء من الصورة، وبطبيعة الحال هم يعلمون جيدا، يعني الصين والهنود والدول الآسيوية وكوريا طبعا الجنوبية وغيرها طبعا لديهم إدراك جيد بما يجري في مصر، لكن بيرغبوا في الحصول على رسائل تطمينات من السيد الرئيس. يعني السيد الرئيس دائما ما يستثمر زياراته الخارجية لمحاولة لتسويق القدرة للاقتصاد المصري أنه قادر وأنه يتعافى، وهناك شهادات دولية بصرف النظر صحيح عما يتردد، لأنه بطبيعة الحال اقتصادنا واعد، اتخذنا إجراءات جيدة، ماضيين في حزمة الإصلاحات، فبالتالي أعتقد أن دي كلها فرص جيدة بيطرحها الاقتصاد الوطني المصري لجذب هذه الدول في الاستثمار في مصر. أشكرك جدا 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 يا دكتور طارق، حقيقي يعني أفدتني لدرجة غير طبيعية حقيقي كما جرت العادة. أشكرك جدا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.